أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاهتمام والغيرة على المحبوب والتذلل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. تجد خمسة أصناف من الناس في غيرتهم على الله والتذلل له. صنف لا يغار على الله ولا يتودد له أصلا. صنف يغار كإحساس ويقف عنده لا يترجم ذلك سلوكا. صنف متقلب ومزاجي حسب هوى في غيرته وتذلله. صنف يغار على الله ويتذلل له بتكلف وتثاقل. أما أنتم فإن شاء الله تغارون على الله دائما، وتترجمون ذلك ودا وتذللا وعملا وسباقا له، عله يرضى ويقرب ويصطفي، وذلك كله بحب ويسر. ونقول: إذا مرضنا أتيناكم نعودكم، وإن أهملتمونا نأتيكم ونعتذر، فإن أمسكتم رأينا فعلكم كرما جودا وفضلا هو الأنواء والمطر. وتعرضون فنسعى نحو ساحتكم، فيها الظلال وفيها الفضل والثمر. وتهجرون فنقضي العمر في لهف شوقا إليكم، ودمع العين ينهمر. يا من أخذتم حلالا كل غالية، هذا الحلال لكم والسمع والبصر. فإن قتلتم فلا حد ولا دية، دمي فداكم فلا تبقوا ولا تذروا. لا تحسبوني غنيا عن مودتكم، إني إليكم وإن أيسرت مفتقر. وأخيرا نلجأ إلى الله ضارعين. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم. إلهي إلهي، يا ظهر من لا ظهر له، ويا سند من لا سند له، ويا عز من لا عز له، ويا قوة من لا قوة له، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا معز كل ذليل، يا جابر القلوب، ويا ساتر العيوب، ويا ماحي الذنوب، ويا مفرج الكروب، ويا علام الغيوب، يا من اسمه إذا أدركته الجبال سجدت، وإذا أدركته الأرض اهتزت وربت، وإذا أدركته السماء أمطرت، وإذا أدركته القلوب خشعت، وإذا أدركته العيون بكت، وإذا أدركته الوجوه سجدت. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون، لا تغيره الحوادث ولا تدور عليه الدوائر، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرضا أرضا، ولا بحرا ما في قعره ولا جبلا ما في وعره. أسألك كل ما يقرب إليك من قول وعمل
وأعوذ بك من كل ما يبعد عنك من قول وعمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا شباب أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كفانا هزوا ولعبا، تعالوا إلى الله وإن شاء الله سننتصر به.